يلا يا رجال ذي خاصة في عسر المواقف نفزع نكمل ما بدينا وندفع والساعد يشد الساعد نتعاون على فعل الخير من أجل البناء والتطوير وقريتنا نخليها غير ندعم بعضنا ونساند ندعم بعضنا ونساند يلا يا رجال دي خسع في عسر المواقف نفزع نكمل ما بدأنا وندفع والساعد يشد الساعد نتعاون على فعل الخير من أجل البناء والتطوير قيدنا نخليها غير ندعم بعضنا ونساند لا قال الجشار يفعل والمشروع بدعمي يكمل يظهر بالشدايد ابناء الفقيه الأجود أهل النجدة وأهل الإمداد في كل المواقف رواد وفي وقت اللزوم تتواجد ونعم بالهمامة للشن حمران العيون الشجعان حدث عنهم يا زقل لا تستثني منهم واحد ابناء الفقيه الأجود أهل النجدة وأهل الإمداد في كل المواقف رواد في وقت اللزوم تتواجد ونعم بالهمامة للشن حمران العيون الشجعان حدث عنهم يا زقل لا تستثني منهم واحد فيكم نوصنا بالقمة نفخر بالشباب الواعي اسماعيل يا أهل الضالة تزني